تبتكر مافيات الأراضي في البصرة خططا متعددة لإزاحة المتصدين لها، فتارة تستخدم التهديد والوعيد، وتارة أخرى تستعين بالعبوات والأسلحة المختلفة لإرهاب كل من يقف بوجهها. محام بصري كان أحد ضحايا هذه العصابات حين أوقعه بمكيدة كادت أن تنهي مسيرته المهنية وتسيء لشخصه وسمعة عائلته. توكلت في عقارات كويتيين قد زورتها مافيات وعصابات التزوير، وعصابات التزوير معروفة في محافظة البصرة، فقمت بإقامة الدعاوي وتم إبطال قيود العقارات التي كانت في حوزتهم واسترجاعها إلى موكليني، مما أدى بهم إلى أولاً قاموا بتفجير مكتبي في المرة الأولى، وبعدها قاموا بإطلاق النار 18 إطلاقة على مكتبي وعلي شخصياً، والحمد لله والشكر الله نجاني من عدها. وهذه النهاية والأخيرة قد كادوا لي عن طريق أحد موكليني، جعلوه اشتروه بثمن طبعاً وخلوا أن يضع الأختام المزورة في السيارة مالتي والإبلاغ عني والسيطرة، بس لكن القضاء الحمد لله والشكر قد ظهر الحقائق وقام بإلقاء القبض على الضباط الذين أشرفوا على هذه العملية. ويؤكد محامون بصريون تكرار حالات التهديد والاعتداء على المحامين من قبل متنفذين سيطروا على مساحات من الأراضي بالتزوير والاحتيال، مطالبين بتوفير بيئة آمنة للدفاع عن الحقوق المسلوبة وإعادة هذه الأراضي إلى أصحابها الشرعيين وفق القانون. هناك مافيات قامت بتزوير عقارات خاصة الخليجيين الكويتيين والسعوديين، وهذه العقارات أصبحت وخاصة على ضفاف شط العرب من جهة أبو الخصيب وضفة والجهة الأخرى في التنومة. عن المالكين الأصليين عندما يعلمون أن هنا عقاراتهم قد تم بيعها يقومون بتوكيل محامين، طبعا المحامي راح يسلك الطريق القانوني وهو ابطال قيد العقارات او ابطال القسام الشرعي الصادر بصوره غير صحيحه، راح يتحصل المحامي نتيجه هذا العمل راح تهديدات وايضا اعتداء عليه. وتسعى جهات متنفذه الى السيطره على ما تبقى من اراض يعود بعضها الى شخصيات غير عراقيه او الى عراقيين غادروا البلاد منذ فتره طويله. أثير العبادي، وان نيوز، مدينه البصره.